هي عمدة مدينة أكادير. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترون اليوم افتتاح المنتدى الدولي للشباب الإفريقي. أولا أشكر هذه الجمعية على هذا الاختيار الموفق. الحضور مميز، كثير من عمداء الأفارقة، وفد كبير من مدينة نانت التي لها علاقة وتعاون مع مدينة أكادير، مشاركة قوية من الشباب والشابات المغاربة الذين جاءوا من مختلف المدن المغربية. موضوع أساسي الذي سيتناوله هذا المنتدى هو قضايا الشباب الإفريقي. لكن تعرفون أن إفريقيا إمكانيات كبيرة، ولكن مع الأسف مشاكل، حروب، مجاعات إلى غير ذلك. هذه النقاشات هي التي ستكون مهمة بالنسبة للشباب، لأن الشباب هو المعول عليه، هو المعول في الوعي، في الفهم، في أخذ المبادرة في هذه الاتجاهات. أنا أظن أن هذا المنتدى سيكون مفيد في النقاش وفي الخلاصات التي ستخرج منه. شكراً.